أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ من غزة التي ما زالت تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا وهطول الأمطار في وقت يعاني فيه السكان من عدم وجود أي أدوات تساعد في التدفئة أو الاحتماء من هذه الأمطار الغزيرة. يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات من استمرار الطقس السيء واستمرار المنخفض الجوي خلال الأيام المقبلة. في تركيا تعصف موجة من الطقس السيء بأجزاء كبيرة من البلاد مسببة خسائر بشرية ومادية. العاصفة الشديدة تسببت في اقتلاع الأشجار وتطاير أسطح المباني ووفيات وإصابات للمواطنين. وأعلنت مديرية الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية عن مقتل شخصين وإصابة 10، كما أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء 65 رحلة جوية من وإلى مطار اسطنبول بسبب العاصفة. الرياح العاتية والثلوج والفيضانات التي اجتاحت أجزاء من جنوب روسيا وأوكرانيا أدت إلى مقتل 13 شخصا على الأقل. الطقس العنيف الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الروسي اسم عاصفة القرن أسفر عن انقطاع واسع للتيار الكهربائي وإغلاق الطرق، ووصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 140 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق. البداية المبكرة لفصل الشتاء في شمال أوروبا أدت إلى تساقط الثلوج بكثافة وتراكم الجليد على الطرق. وأعلنت وسائل إعلام ألمانية وفاة شخصين على الأقل بعد أن تأثرت البلاد بشكل كبير بسبب الثلوج والطرق الجليدية. وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم محذرة من خطر يهدد حياتهم بعد أن وقعت حوادث مرورية في عدة مناطق نجم عنها وقوع عدة إصابات. وفي أستراليا الفيضانات الناجمة عن الأمطار غمرت الطرق والمنازل في ولاية نيو ساوث ويلز اليوم. وقالت خدمة الطوارئ في الولاية أنها أجرت 7 عمليات إنقاذ وأعربت عن قلقها بشأن توقعات العواصف الرعدية التي قد تقترب من الجزء الشمالي الشرقي من هذه الولاية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.